وهذه الاشهر الحرم قد خصها الله عز وجل بالنهي عن ظلم النفس فيها. فقال عز وجل: فلا تظلموا فيهن انفسكم. وظلم النفس يكون بواحد من امرين اما بترك واجب واما بفعل محرم. فمن ترك واجبا فقد ظلم نفسه. ومن فعل محرما فقد ظلم نفسه. فالواجب تعظيم ما عظمه الله عز وجل لأن ذلك من تعظيم حرمات الله ومن تعظيم شعائر الله كما قال عز وجل ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وهذه الأشهر الحرم كانت معظمة في الجاهلية وعظمها الإسلام بل أقرّ تعظيمها فعلينا أن نعظم ما عظمه الله ورسوله وأن نحترم هذه الأزمنة